أخذنا بالفصول السابقة، الفصول الأول الثاني الثالث، أخذ الرابع، أخذنا الكوندكشن، بعدين بالفصل الخامس والسادس أخذنا الكونفكشن بنوعيه الفورس والناتشرال كونفكشن، واليوم راح ناخذ التطبيق من أهم التطبيقات على الكوندكشن كونفكشن اللي هو الهيت اكسشينجر. نشوفه بحياتنا العملية كثيرا، يعني هو عبارة عن انتقال حرارة ما بين مائع ومائع، ونشوفه مثلا التطبيقات الرادياتر السيارة اللي يصير بها انتقال حرارة ما بين المائع اللي يجي من المحرك والمائع الخارجي اللي هو الهواء اللي يبرد المائع المحمل بالحرارة من المحرك. كذلك الكوندنسر والإيفابوريتر اللي هو موجود بالسبلت أو بالإير كونديشن، شوفه أنه هو عبارة عن مائع داخل البايبس ويحمل الحرارة ويطلعها للخارج، وهناك مائع يعني آخر اللي هو بداخل الغرفة اللي يصير انتقال حرارة من هذا المائع بداخل الغرفة وجدار البايبس اللي تنقل الحرارة إلى الخارج، أو بالعكس هاي بالصيف بالعكس تنقل الحرارة إلى الداخل. أوكي، فأكو هيت اكسشينج ما بين تو يعني أكثر من فلويد، تو فلويدز، مائع يجي بداخل البايب ومائع خارجي يصير انتقال حرارة ما بيناتهم عن طريق جدران هاي البايبس. أوكي، بالنسبة لل هذا الشابتر راح ناخذ الهيت اكسشينجر، وطبعا اهم شيء بالهيت اكسشينجر هو التصميم، التصميم والتصميم البارامترز المهمة بالتصميم هي الويت والسايز، لانه الويت والسايز هم مهمين بالنسبة للكوست الكلفة. بعض الأحيان طبعا تحتاج أنه تقلل الكلفة وبنفس الوقت تحتاج أنه تقلل الحجم، يعني تحتاج حجم معين ما يقدر يتجاوزه، فعلى هذا الأساس راح يكون التصميم. الـ overall heat transfer coefficient أخذناها بالفصول الفصل الثاني اللي هو هذا الـ overall heat transfer coefficient، قلنا الـ Q يساوي U الـ A في الـ delta T overall، طبعا أخذنا الحرارة المنتقلة خلال الجدار إذا كان الـ heat exchange ما بين مائع أي مائع B خلال الجدار، ف يكون الحرارة المنتقلة هي Q تساوي TA ماينس TB، يعني درجة حرارة المائع A ماينس درجة حرارة المائع B على مجموع الـ resistance المقاومات اللي هي مقاومة الـ convection على اليسار، مقاومة الـ convection خلال الجدار، ومقاومة الـ convection على اليمين مائع B. وهذا بالنسبة لانتقال الحرارة بالبايب، هذا الكيو هي عبارة عن فرق درجات الحرارة خلال بين المائع أي بين المائع أي والمائع بي، هو خلال هذا المساحة أو الجدار هذا للتيوب، فهذا التيوب تنتقل الحرارة خلاله، فقلنا الحرارة هي بين TA ماينس TB على مجموع المقاومات اللي هي convection بالداخل زائد convection خلال الجدار مالت السلندر زائد convection بالخارج خارج جدار السلندر. هذه كلها ماخذيها القوانين ومشتقيها بالشابترات السابقة.
وعندنا بال البايب عندنا اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت بالداخل، وعندنا اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت بالخارج. طبعا هذه لانه المساحه السطحيه بالداخل هي تختلف عن مساحه السطحيه بالخارج. بالنسبه للوول ماك هو نفسه، هو اليو نفسه، لان المساحه نفسها فما فرق يعني. هي طبعا الكيو هي تساوي من الدلتا تي على سميشن ريزيستنس، وبنفس الوقت تساوي من اليو في الاي في الدلتا تي، فتختصر الدلتا تي ويا الدلتا تي، يبقى يو في الاي يساوي واحد على سميشن ريزيستنس. وذلك الهي ترانسفير اوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت اذا كان من الاوتسايد راح يساوي واحد على الاي اوت في السميشن ريزيستنس، لانه هاي هنا اليو في الاي يساوي واحد على السميشن ريزيستنس، يعني نقدر نقول يو يساوي واحد على اي في سميشن ريزيستنس. الاي يا اما تكون اوت فهذا يصير اوت، او يكون ان انسايد سيرفيس اريا، وهي تكون الانسايد اوفر ار هي ترانسفير كوفيشنت. وعندنا اليو في اليو اي في اي اي راح يساوي لنا اليو او اوتسايد في الاي اوتسايد سيرفيس اي، طبعا هاي الاي هاي بالانسايد وهاي بالاوتسايد، واضح؟ هاي كلها ماخذيها، واضح طلاب؟ واضح دكتور. عندنا تايب اوف هيت اكسنجر، عندنا دبل بايب هيت اكسنجر اللي هذا شكلها، يا اما يكون بهالشكل او بهالشكل. هذا الشكل هو الماع الساخن والماع البارد يمشون بنفس الاتجاه، يسمونه البارلل فلو دبل بايب هيت اكسنجر، هذا يسمونه دبل بايب. اوكي، الدبل بايب بارلل فلو هيت اكسنجر هذا، وعندنا هنا الدبل بايب كاونتر فلو هيت اكسنجر هو هذا، يكون الماء الحار بهذا الاتجاه والماء البارد يمشي باتجاه المعاكس، يسمونه كاونتر فلو. اوكي تمام دكتور. مخطط درجة الحرارة بالنسبة بين نقطة الدخول والخروج بالنسبة للبارلل هو راح تكون الحار الماء الحار هو راح تنزل درجة حرارة بهالشكل، والماء البارد تصعد درجة حرارة. اوكي، فقلنا الماء البارد تصعد درجة حرارته بهالشكل، الماء الساخن تنزل درجة حرارته بهالشكل. هاي نقطة واحد هي الدخول، وهاي نقطة ثانية هي الخروج. هاي بالنسبة للبارلل فلو. الكاونتر فلو، الماء الساخن بهالشكل تنزل درجة حرارته، هذا الدخول مالت الماء الساخن، وهذا الخروج من الماء الساخن. الماء البارد لا، بالعكس، من منطقة الخروج للماء الساخن راح تبدي منطقة الدخول للماء البارد، فتصعد الحرارة من هاي النقطة لهالشكل. واضح مو؟ تمام دكتور. تمام دكتور. النوع الثاني يسمونه الكوس فلو هيت اكسنجر. الكوس فلو هيت اكسنجر احنا اخذنا مثل التيوب بانك اللي اخذناه نفس الشيء تقريبا. فهذا نوعيتين يصير، هو تيوب بانك طبعا هو هيت اكسشنجر. هنا التيوب يدخل بها ماء، وال منها يعني الكوسنج للاوتسايد للتيوب هو الماء الثاني.
عندنا الكوست فلو هيت اكسشينجر على نوعيتين، يا اما يكون بهالشكل او يكون بهذا الشكل. هنا المائع من يدخل يعني الخارجي، المائع الخارجي من يدخل راح يدخل بين بليتس، بين بليتس، فالمائع اللي داخل بين هاي البليت وهذه، اول بليت وثاني بليت، ما راح يصير ميكسينج ويا المائع اللي راح يدخل بين البليت الثاني والثالث وهكذا. يعني راح كل مائع راح يدخل ما راح يختلط ويا المائع الثاني. هنا لا، يعني ما الداخل بالنسبة للإكسترنال يعني خارجي، الداخل يعني راح يخلط، يعني ممكن الماع كل نقطة هو يختلط ويا الماع الثاني، ماكو بليت تمنع الماع من الاختلاط، فهو راح يختلط ويكون مختلط، يسوون كورس فلو ميكست. بس بالبايبس هذا كل الأحوال هنا أو هنا هو شبي unmixed، لأنه الماء اللي يدخل بهذا البايب ما راح يصير ميكست والماء اللي يدخل بهذا البايب وهو منفصل عنه، أو الماء داخل بهذا البايب ما راح يختلط ويا الماء بهذا، فيسمونه unmixed. فالتيوب فلو هنا unmixed والكورس فلو شبي هم unmixed، هنا لا، التيوب فلو unmixed ولكن الكورس فلو شبي ميكست، فإذاك يسمونه هنا بهذا النوع يسمونه both fluids unmixed، يعني الفلود الداخل بالداخل وبالخارج هو unmixed. وهنا لا، يعني one fluid mixed اللي هو الخارج والone fluid unmixed اللي هو بداخل البايبس. واضح هذه؟ واضح دكتور. النوع الاخر هو الثالث، هو الشير اند تيوب هيت اكسشينجر. والشير اند تيوب هيت اكسشينجر عندنا المائع يدخل بالداخل الشير، ما يدخل بداخل الشير ويمر على السطح الخارجي للبايبس وبعدين يخرج من الجهه الثانيه، هذا بالنسبه للمائع الشير. ومائع اخر هو يدخل بداخل التيوب بداخل البايبس ويخرج من هاي الجهه، يدخل من الجهه الثانيه يخرج، فهذا يسمونه الشير اند تيوب هيت اكسشينجر. هذا وان شير باس اند وان تيوب باس. ليش سمينا وان شير باس اند وان تيوب باس؟ بس واحد يقول لي شنو وان تيوب باس؟ وان تيوب احنا عندنا اكثر من تيوب. اقول لك لانه كلها بنفس الاتجاه، كلها بنفس الاتجاه الماء اللي يمشي نسميه وان تيوب باس، لان الوان تعود للباس، عندي باس باتجاه واحد فوان تيوب باس. طبعا وان شير باس لانه هو واحد ماع واحد يمشي باتجاه واحد ويخرج، ماشي؟ فهذا يسمونه وان شير باس او وان تيوب باس. اكو انواع، يعني عندي هسه اخذناه هذا وان شير باس وان تيوب باس، وان شير باس وان تيوب باس، الماء يدخل بالشير باتجاه واحد والماء يدخل باليوتيوب باتجاه واحد يطلع. النوع الثاني من الشير اند تيوب وان شير باس، يعني بشير واحد يدخل منه يخرج الماء الشير، ولكن باليوتيوب لا، يدخل باتجاه ويخرج باتجاه ثاني، يسمونه وان شير باس تو تيوب باسز، وان شير باس تو تيوب باصص. يعني عندي ممرين للمائع، هذا اتجاه واحد واتجاه ثاني هذا اثنين، إذن هذا تو باصص. بعده تو شيل باص، لأن أنا عندي هاي الشيل وهاي الشيل، المائع يدخل بالشيل منه يدخل بهاي الشيل وبعدين يرجع يروح على الشيل الثاني ويخرج باتجاه ثاني، فعندي اتجاهين بالمائع يدخل بالشيل، هذا اتجاه وهذا اتجاه، فيسموه تو شير باس، تو شير باسز، and جيد هذا فور تيوب باسز، فور تيوب باسز. واضح؟ واضح دكتور، واضح دكتور بشر. وعندنا الفلات بليت هيت اكسشينجر اللي هي عند بليت بصف بليت صارت واحدة كونتاكت ويا الثانية بهالشكل، وواحدة تنقل الحرارة الثانية.
يجي الماء يدخل بواحد من البليتس، يدخل بالبليت الأول مثلا، هذا البليت الأول يدخل له منه يسمح لدخول الماء البارد ويخرج من هنا، تمام، والعفو يدخل الماء منه المهم يدخل الماء منه فيملأ البليت هاي بالداخل، يعني اكو مجال بداخل البليت، فيدخل الماء البارد. البليت اللي بعدها ما يسمح للماء البارد بالدخول، يسمح بالماء الساخن بالدخول، وهكذا يعني واحدة ما بين الثانية، هاي يسمح للبارد، هاي يسمح للحرارة، هاي يسمح للبارد، فيصير انتقال حرارة ما بين بليت وبليت، ما بين الماء الساخن والبارد. طبعا مساحة كبيرة ولكن هي مضغوطة بحجم صغير، مساحة الكونتاكت ما بين الماء البارد والساخن هو مساحة كلش كبيرة ولكن الحجم صغير، لأنه مضغوطة واحدة بصف الثانية، هذا بهالشكل، هذا بهالشكل، فتسمح بانتقال حرارة كلش كبير لأنه مساحة سطحية كبيرة. هذا يعطينا يعني مثال على الفلات بليت هيت اكسشينجر. طبعا هنا راح يدخل من الماء البارد، فراح يتخلل خلال البليتس، خلال البليتس اللي تسمح بدخول الماء البارد، وهنا المجرى، هنا مجرى الماء طبعا يخرج بارد، يدخل منها راح يتخلخل خلال هذين البليتس، بعدين يطلع منها مجال من عنده ويطلع حار. الحار هو يدخل منها وهو راح يدخل البليتس اللي هي بين وحدة وحدة، بعدين يخرج من هذا المخرج، تمام؟ مرحبا، هاي توضح لك، واضح. هاي توضح لك شلون البارد راح يدخل منها هيك شيء، واضح، وبعدين يروح بالشكل، هاي البليت، هاي البليت، الساخن بالعكس، هاي البليت، ويصير تبادل الحرائق. طريقتين لتصميم الهيت اكسشنجر، الطريقة الأولى اللي هي اللوج مين تمبرتشر ديفانس، لوج مين تمبرتشر ديفانس، هذه الطريقة استخدمها لحساب أو تصميم الهيت اكسشنجر. فعندنا بالدبل بايب راح ناخذ دبل بايب، وبعدين راح نتعمم هاي القوانين على باقي الهيت اكسشنجر. فالدبل بايب عندنا قلنا نوعيتين، النوع الاول هو البارلل فلو الهيت اكسشنجر، دبل بايب بارلل فلو هيت اكسشنجر، مخطط مات الحراره راح يصير بهالشكل، تمام. لوج مين تمبرتشر ديفرنس الدلتا تي ام هي بالنسبه للبارلل فلو هو راح يصير كالاتي. طبعا تدخل، اعطينا رموز، رقم واحد هو الدخول بالنسبه للماء البارد والحراره راح يصير بنفس الاتجاه، وهاي هو نقطه الدخول ونقطه الخروج. الدخول الماء الساخن سميناه تي سب اتش 1، تمام، والخروج سميناه تي سب اتش 2. الدخول للكوب تي سب سي 1 والخروج تي سب سي 2. وهنا اشتقنا احنا المعادله، يعني اكو موجود الاشتقاق بس احنا ما عندنا وقت، موجود الاشتقاق جوا، لا تشتق تصل للاخير. زين، هي المعادله تقول كيو يساوي يو في الاي في الدلتا تي، تمام. فهنا عندنا راح يصير لي كيو يساوي اليو في الاي في الدلتا تي ام اللي هي اوفر اول ترانسفير كوفيشنت في المساحه السطحيه اللي تنتقل خلال الحراره في داخل الهيت اكسنجر في اللوج مين تمبرتشر ديفرنس. شلون راح نحسب هاي اللوج مين تمبرتشر ديفرنس؟ بالنسبة للبارل فلو راح يصير عندي الدلتا تي الثانية، هذه الدلتا تي الثانية خلال نقطة 2 ماينس الدلتا تي النقطة
واحد على لين الدلتا تي هي دلتا تي هذا بالنقطة الثانية على الدلتا تي بالنقطة الأولى. يعني تي هو 2 ماينس تي كول 2 هذا تي هو 2 ماينس تي كول 2 ماينس تي هو 1 ماينس تي كول 1 على لين تي هو 2 ماينس تي كول 2 اللي هو هذا على تي هو 1 ماينس تي كول 1. يا اما تكتبها بهذا الشكل لوج مين تمبرشر ديفرنس او تكتبها بالشكل الثاني اللي هو تاخذ النقطه الاولى ماينص النقطه الثانيه يعني تي هو 1 ماينص تي كول 1 ماينص تي هو 2 ماينص تي كول 2 على لين تي هو 1 ماينص تي كول 1 على تي هو 2 ماينص تي كول 2. هاي واضحه؟ عفوا دكتور، يعني اذا قلبناها خلينا الاولى ناقص الثانيه نفس الشيء. ايه لان هم نفس الشيء، الاولى على الثانيه، الاولى ناقص الثانيه، الاولى على الثانيه، واضحه؟ تاخذها لين يعني ماكو فرق بيناتهم، هذا قصدي انه مثلا تطبيق بالمساله. ايه راح نعطيك هاي تعطيك نفس النتيجه مالها، نفس الشيء. تمام دكتور. ايه فتيجي تستخدم هاي تستخدم كيفك، واضح؟ بس المهم هو هذا الدلتا تي ماينس منه هذا الدلتا تي، او بالعكس هذا الدلتا تي ماينس هذا الدلتا تي على لين هذا الدلتا تي على هذا الدلتا تي، واضح؟ نعم دكتور واضح. نفس الحال. اكو احد ما فهم؟ بالنسبه للباور الفلو هذا دبل بايب هيت اكسشنجر، هيت اكسشنجر دبل فلو. اوكي عندنا الكاونتر فلو اللي هو قلنا الهوت فلو راح يجي منها ويخرج منها تي هوت 1 هنا تي هوت 2، والكولد فلو راح النقطه الثانيه يعني خروج مال الهوت راح يصير الدخول مال الكولد تسميها تي كولد 2، وهنا خروج مال تي كولد سميناها تي كولد 1. فهنا دخول الماء الساخن هنا، وهنا خروج الماء الساخن، هنا دخول الماء البارد، وهنا خروج الماء البارد. نفس الحالة يعني دلتا تي تي هو 2 ماينس تي هو تي كول 2 تي هو 2 ماينس تي كول 2 على تي هو 1 ماينس تي كول 1 عفوا تي هو 2 ماينس تي كول 2 ماينس T hot 1 minus T cold 1 okay. على لين T hot 2 minus T cold 2 على T hot 1 minus T cold 1، واضح؟ T hot 2 minus T cold 2 minus T hot 1 minus T cold 1 على لين هذا على هذا، واضح؟ نفس الحالة. نعم دكتور. اي بس شنو هنا اللي راح يختلف؟ يعني الاختلاف بين هذا وبين هذا، هنا بهاي النقطة الثانية بالباور يصير خروج مالت الكولد، يصير خروج مالت الكولد، بالكاونتر يصير الدخول مالت الكولد، فتنقلب، فما تنطيك يعني إذا سويت هاي ما تختلف عن هذا، هي صحيح نفس البرنسبل، يعني هنا هاي الدلتا تي على هاي الدلتا، عفوا هاي الدلتا تي ماينص هذه الدلتا تي على لين هاي الدلتا تي على هاي الدلتا تي، ولكن ما تعطيك نفس النتيجة مال هذا، يختلف لأنه الدخول والخروج بالنسبة للكولد اختلف. يا أما تكتبها T hot 2 minus T cold 2 minus T hot 1 minus T cold 1 على لين T hot 2 minus T cold 2 على T hot 1 minus T cold 1، أو تكتبها T hot 1 minus T cold 1 minus T hot 2 minus T cold 2 على لين T hot 1 minus T cold 1 على T hot 2 minus T cold 2. واضحة مهسة؟ واضح. هذا يبين الاشتقاق الى ان يصل للمعادله مال
log mean temperature difference اللي هي هذه اللي Q تساوي U في الـ A في الـ delta Tm تشتقها وبعدين سواها شكلين اللي لو شوي قلنا عليه طبعا هذا اللوج مين تمبرتشر ديفرنس المعادله راح تصير بالشكل اللي قلنا يعني اللي هو الكيو يساوي يو في الاي في الدلتا تي ام ماشي هاي بالنسبه للدبل بايب هيت اكسشينجر بالنسبه للباقي الانواع يعني هسه اشتقيناها المعادلات للدبل بايب هيت اكسشينجر باول والكاونتر هاي المعادلات اشتقيناها للدبل بايب هيت اكسشينجر بالنسبه للباور والكاونتر باقي الهيت اكسشينجر الانواع فقط نضرب في فاكتور اف فيتحول من دبل بايب هيت اكسشينجر الى شيل اند تيوب او كوست فلو لانه المعادله اللي اشتقيناها هي تخص الدبل بايب فما راح نشتق معادله تخص الشيل اند تيوب ولا معادله تخص الكوست فلو فلذلك فقط بس نخلي فاكتور هو الاف يخص الشيل اند تيوب او الكوست فلو منين نجيبه طبعا ها كل الاحوال كل الانواع اللي يعني الشيل اند تيوب والكوست فلو هيت اكسشينجر نعاملها معامله الكاونتر عاملها معاملة الكاونتر تمام يعني من نرسم شكل نرسم شكل مالت الكاونتر مثل هذا عامله معاملة هذا بالنسبة للشيل اند تيوب والكوست فلو نعتبره كاونتر دبل بايب كاونتر فلو اوكي بس نستخرج الاف ونشفي غاز راح نحصل على المعادلة او النتيجة او الكيو من هذا الهيت اكسشينجر هذا الاف منين نجيبه عفوا الاف منين نجيبه بالنسبه للشيل اند تيوب عندنا نوعيتين اما وان شيل اند مالتيبل تيوب باسز اوكي او عندي تو شيل او عندي تو شيل اند مالتيبل تيوب باسز One shell ياخذ two tube passes تمام او four tube passes او مضاعفاتها يعني مضاعفات ال 2 4 8 16 وهكذا تمام فممكن تكون هنا على كبير من الباسز تمام مو بس باس واحد مو بس two passes ممكن four passes eight passes 64 باسز يعني مضاعفات الاثنين وعندي 1 شيل باس لذلك هنا شو يقول لك كوركشن فاكتور فلوت فور اكسشينجر وذ 1 شيل باس اند 2 4 اور اني مالتيبل اوف تيوب باس واضح هذا الفيجر شلون نستخدمه اذا عندي شيل اند تيوب هيت اكسشينجر وهذا احسب الاف حسبت اللونج مين تمبرتشر ديفرنس دلتا تي ام وعندي اليو وعندي الاي واد احسب الكيو وقابلت الاف فاجي على هذا الفيجر اذا 1 شيل اجي على هذا الفيجر اذا 1 شيل اجي على هذا الفيجر احسب بارامتر يسمونه البي وبارامتر اخر يسمونه الار البي هو شنو؟ دائما الماع اللي يفوت بالشيل نرمزه بالكابيتال تي تمام الماع اللي يفوت بالشيل شو يسميه؟ كابيتال تي والماع اللي يفوت بالتيوب سمول تي واضح؟ الماع اللي يدخل الماع اللي يدخل بالشيل تي 1 واللي يخرج من الشيل سميناه تي 2 والماع اللي يدخل بالتيوب سميناه تي سمول 1 واللي يخرج من التيوب تي سمول 2 نجي نحسب هذه اللي هي حرارة خروج الماء بالتيوب ماينس حرارة دخول الماء بالتيوب على درجة حرارة دخول الماء بالشيل
ماين اوف درجه حراره دخول الماء بالتيوب، تطلع لي القيمه. تمام، انا عندي هاي القيمه طلعتها قبل شويه اللي هي البي بوينت 3، والار هو درجه حراره دخول الماء بالشيل ماينس درجه حراره الخروج للماء بالشيل على درجه حراره الخروج للماء بالتيوب ماينس درجه حراره الخروج للماء بالتيوب. فهاي طلعت عندي بوينت 2 وهاي طلعت عندي بوينت 3. قطعت البوينت 3 ويا الاثنين شنطتني شيل فاكتور بوينت 8 8. واضح؟ هذا واحد من الاسئله. واضح؟ عرفت شلون تستخدمونه؟ نعم دكتور. شلون دكتور ممكن تعيد لنا اياه؟ دكتور عيد لنا اياه، والله عيد لنا اياه. عندنا البي لازم تحسب البي اللي هو الاكس اكسس، وتحسب الار اللي هو شنو الكيرفات هاي. هاي الكيرفات هي الار، قيمه الار. البي هو درجه حراره الدخول للبايب، يعني اكو ماء يدخل بالبايب وده يخرج من البايب. الماء درجة حرارة الدخول موجودة والخروج موجودة T1 small T2 small، وما يدخل بالشيل يعني ويخرج من الشيل. يعني أنا عندي 2 ماء، يعني أكثر من ماء، 2 ماء، وواحد يسوي exchange ويا الماء الثاني، يعني واحد ساخن ممكن يدخل وواحد شوي بارد، فالبارد ياخذ ياخذ حرارة من الساخن ويخرج. أوكي نعم. فهاي رموز هي درجات حرارة للماء، للماء الداخل بالشير والماء الخارج الداخل والخارج من الكيوب. بس تحسب البي اللي هو درجة حرارة الخروج للماء الداخل بالتيوب ناقص درجة حرارة الماء الخارج من التيوب، العفو، درجة حرارة الماء الخارج من التيوب ناقص درجة حرارة الماء الداخل بالتيوب على درجة حرارة الماء الداخل بالشير ناقص درجة حرارة الماء الداخل بالتيوب. هاي حسبتها، وتحسب الآن اللي هو درجة حرارة الماء داخل للشيل ما درجة حرارة الماء خارج من الشيل على درجة حرارة الماء درجة حرارة الماء الخارج من التيوب ما درجة حرارة الماء داخل للتيوب. تطلع القيم، طبعا واحدة من القيم اللي طلعت عندي بي 2.3 والآن طلعت 2 قاط قاطعة، وبعدين أوديهم للواي اكسس طلع 0.88. واضح؟ هاي 0.9 I 0.88.85 عندي اكثر من شيل، 2 شيل. اوكي، هذا 2 شيل، هذا 2 شيل، 2 شيل باسس اند 4، يعني هو مضاعفات ال 2 جيل 4 8 وهكذا، يعني ملتيبل 2 باسس. فهذا هم نفس الحاله، تحسب البي وتحسب الار وقاطعهم نفس المعادلات، قاطعهم وتحسب الفاكتور. هذا الفاكتور هو بس نضيف في الدتا تي ام وهي اوكي. الماء الداخل للشيل الاول هو تي 1 كابتر، والماء الخارج من الشيل الثاني هو تي 2 كابتر. الماء الداخل للتيوب بالشيل الاول بالشيل هذا يعني الدخول، الشيل الثاني هو الماء الداخل بالتيوب هو تي 1 سمول، والماء الخارج من التيوب هو تي سمول 2. اوكي، واضحه مو واضحه دكتور؟ بالنسبة للكورس فلو، كورس فلو الماء الداخل قلنا باليوتيوب دائما شوي قلنا هو سمول، تي سمول داخل باليوتيوب، والكورس باليوتيوب شو سميناه؟ التي كات. اوكي، تي كات كورس باليوتيوب سميناه تي كات. واضح؟ نفس الحال، نفس القانون. اوكي، نفس القوانين. دخول اليوتيوب، خروج من اليوتيوب، بوست اليوتيوب تي 1 دخول، يعني دخول بوست اليوتيوب وخروج
بوست للتيوب في تو كابتر، تحسب الـ P والـ R وتوجد الفاكتر. هذا الكوركشن فاكتر. طبعا نوعيتين للبوست فلو قلنا. النوع الأول هو Water Fluids Unmixed. Water Fluid Unmixed اللي يبي بليت ذكرونه استقرب شوية. نعم بالضبط. والثاني فيجر الثاني لا بدون بليت هو one fluid mix. One fluid mix والثاني the other unmixed اللي هو هذا يدخل بالبايب unmixed اللي خارج البايب الكوست شبي mix ما بي بليت. واضح؟ واضح. اوكي اذا عندي ايفابوريتر او كوندنسر فما راح نحتاج الكوركشن فاكتور. يعني هو الايفابوريتر والكوندنسر هو هم هيت اكسشينجر تمام، فما راح نحتاج الكوركشن فاكتور. اللي راح ناخذ الكوركشن فاكتور شوي واحد. واضح ليش؟ ان عندي واحد من التمبرتشر المواعد اثنين بالنسبه للكوندنسر او الايفابوريتر، واحد من المواعين شبيه درجه حرارته ما راح تتغير، درجه حرارته شبيه ما راح تتغير. راح يطلع لنا البي او الار صفر، اما البي صفر او الار صفر فما راح ناخذ، ما راح تصير اكو قيمه لهذا الكوركشن، فناخذه الاف واحد. واضح؟ كوندنسر ايفابوريتر. ناخذ examples. Water at the rate of 68 kilograms per minute. Water at the rate of 68 kilograms per minute is heated from 35 degrees centigrade to 75 degrees centigrade by an oil having a specific heat of 1.9 kilojoule per kilogram centigrade. The fluids are used in a counter low double pipe heat exchanger, and the oil enters the exchanger at 110 and leaves at 75 degrees centigrade. The overall heat transfer coefficient is 320 watt per square centigrade. يعني U. Calculate the heat exchanger area. نحسب مساحة الهيت اكسشينجر، يعني مساحة انتقال الحرارة ايش قد. زين قلنا اكو ماع بارد واكو ماع ساخن تمام. الماع البارد هو الوتر، ليش؟ لان ده يدخل ب 35 درجه يطلع 75، اذا هو الماع اللي دخل بالهيت اكسشينجر بارد ويا هو الوتر. الماع الساخن يا هو الاويل، الاويل ده يدخل ب 110 درجه يخرج 75. واضح؟ الفلويد مالت الوتر ايش قد؟ 68 كيلوغرام على المنزل. وطبعا يعني من يذكر لك ووتر مو شرط يعطيك السبيسيفيك هيت اوكي سي بي ما ولا الدنسيتي، ما يعطيك اياها ووتر الهواء ما يعطيك اياها، ولكن الاويل يعطيك اياها. ليش؟ لان الاويل المواع الاخرى ما تحفظ، ما تقدر تحفظ كل شيء، بس الووتر الهواء لا، هذا لازم تكون محفوظه. سي بي 4180 الدنسيتي 1000 تمام للماء. اوكي
الاوفر اورد ترانسفير كوفيشنت معطينا 320 هي مساحه الهيت اكسشينجر تمام، اللي هي نفس المساحه السطحيه اللي راح يصير على خلال انتقال الحراره. زين، اذا اجي اني هو كاونتر، طبعا كاونتر فلو دبل بايب، كاونتر فلو دبل بايب هيت اكسشينجر، فقلنا المخطط مالته بهالشكل، نقطه الدخول ونقطه النقطه الاولى ونقطه الثانيه، نقطه الدخول للهوت هنا ينزل والكولد شبي يصعد تجاه متعاكس ويا الهوت، الكولد متعاكس ويا الهوت. فهاي النقطه الاولى سميناها تي هوت 1 وتي كولد 1، والثانيه سميناها تي هوت 2 تي كولد 2. واضح؟ هاي تثبتها، لازم ترسم هذا الرسم وتثبت التمبرتشر على مود تحسب اللوج من التمبرتشر ديفرنس تطلع مضبوط. اذا ما تثبتها بهالشكل ما راح تقدر تحسبها صحيح. التي هوت 1 الدخول للهوت اللي هو ايش قد يدخل 110، وايش قد يطلع؟ 75. تي هوت 1 110، تي هوت 2 ايش قد؟ 75. التي كولد، تي كولد شوف تي كولد صارت بالعكس، يعني هنا تي كولد هنا راح يصير تي كولد 2 هي الدخول الكولد ايش قد؟ 35. والخروج 75. 75 اللي هي تسميها تي كولد 1 والدخول عكس. اي عكس، واضحه مو هاي؟ سوى هذا المخطط انحلت اللونج مين تمبرتشر ديفرنس، لان اللونج مين تمبرتشر ديفرنس راح شو نقول؟ راح نقول اخذ النقطه الاولى ماينص النقطه الثانيه طبعا، تي هوت 1 ماينص تي كولد 1 اللي هي 110 ماينص 75 ماينص 75 ماينص 35. طبعا هذا قوس كلش مهم، يعني ما تخلي لي 110 ماينص 75 ماينص 75 ماينص 35 بدون قوس، لازم قوس، لان هذا القوس لا موجود، هذا الماينص راح يدخل على 75 هذا يصير ماينص، يدخل ماينص على هذا الماينص راح يصير موجب. واضح؟ لازم هذا القوس موجود. اذا هو الدلتا تي هذا اللي هو الدلتا تي هذا ماينص دلتا تي بالجهه الثانيه تمام، على لين هذا الدلتا تي اللي هو 110 ماينص 75 على هذا الدلتا تي اللي هو 75 ماينص 35. واضحه؟ واضحه. نعم. طلعت لنا 37.44 ديجري سنتيغراد، هاي درجه حراره اللوج مين تمبرتشر ديفرنس. هو كاونتر فلو دبل بايب، فما احتاج الفاكتور الاخير، يعني هو دبل بايب ما احتاج كوركشن، فمباشره الQ يساوي U الA في اللوج مين تمبرتشر ديفرنس. انا احسب مساحه، احسب مساحه، هذا موجود عندي، هذا موجود عندي هسه حسبته، وقمنه قالي Q احسبه، وممكن بعدها احسب الA. الQ هي الام دوت الماء الووتر في السي بي الدلتا تي بالنسبة للووتر تمام؟ يعني هي هاي الحرارة الكيو المكتسبة للماء من الأويل. الام دوت للووتر هي 68، طبعا هنا انصحك انه تقسمها على 60 لان هاي 68 كيلوغرام على المنت، فلازم تحولها للسكند، تصير 68 على 60 تضرب في 3000 في 4180 السي بي مالت المي، في الدلتا تي للمي اللي هو 75 الاوت والدخول 35، تطلع عندي الواط كيلو واط 189.5 كيلو واط او 189500 واط. واضح؟ واضح. لا مو شرط تخليها بهذا الشكل، يعني نخليها باكثر من شكل، نقدر نسويها ثمانية، صح يصير بالواط طبعا أحسن، 189 500 إيش
تكتبه بهالشكل تمام، تكتبه بهالشكل قسمها على اليو هاي الكيو تقسمها على اليو تقسمها على دلتا تي ام تطلع عندك مساحه 15.82 متر مربع 15.82 متر مربع. اذا احنا نحتاج مساحه سطحيه للتيوب هذا بالداخل دبل بايب نحتاج مساحه سطحيه 15.82 متر مربع. واضح؟ واضح دكتور. دكتور هو شنو اللي بيخلي هذا الرقم يعني اللي بالبسط مال الاريا؟ ها؟ شنو اللي الخلل اللي بيه الرقم اللي بالبسط مال الاريا؟ نعم دكتور. ما بيخلل ما بيخلل صحيح، بس انا شنو الشكل مالته؟ ها نعم. بس اذا 1.898 تضرب في 10 اس 5 يطلع لك هذا. يطلع نفس البداية. اي هو من البداية لازم تحسبه هناك خليه بس خليك اياه بالواط، خليه كله بالواط احسن. نعم ما تتيح عليكم. هاي تساوي 180 89 و 500 اوكي واضح واضح مو؟ تقدر تكتبها بهالشكل. فمن تحل مباشرة بالواط طبعا لازم تحولها تخليها بالمنت فلازم تحول للسكند فتقسم 68 على 60 تحول للسكند. هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني شير اند تيوب هيت اكسشينجر. Instead of the double pipe heat exchanger, for example 7-1, it is desired to use there was a shell on the tube heat exchanger with a water making one shell pass on the oil making two tube passes. هاي شوي ممسوحة هنا. واضح؟ فهي هنا water making one shell pass. Water making one shell pass. إذن الwater راح يدخل بالشيل. والoil making two tube passes. Two tube passes. Okay, الwater. الoil. Calculate the area required for this exchanger, assuming that overall heat transfer coefficient remains at 320 watt on meter square centigrade. نفس المثال السابق ولكن مكان ال double pipe heat exchanger نخلي shell and the tube heat exchanger. Okay. لأن هذا يعني أكو فد application مفضل إنه نخلي shell and the tube heat exchanger. فأريد نحسب إيش قد المساحة، مساحة السطحية أو مساحة الهيت إكسشينجر. فبالنسبة للشيل أند تيوب هيت إكسشينجر من تحسب نحن حسبنا بالدبل بايب اللوج مين تمبرتشر ديفرنس طلعت عندي 37.44 طبعا اليو نفسه. بقى عندي بالشيل أند تيوب لازم أحسب الإف الفاكتور F الكوركشن فاكتور. ليش؟ لأن أنا إذا استخدم نفس المعادلة مالت الدبل بايب هيت إكسشينجر فلازم أسوي كوركشن فلازم أحسب الـ F أوجد الـ F من الـ figures. الماع اللي يدخل بالشيل سميناه كابتل مو تي كابتل. الماع يدخل بالشيل سميناه تي كابتل والماع اللي يدخل بيوتيوب سميناه شنو؟ تي سمول صح؟ نعم دكتور. الماء عاد يدخل بالشير هسه قبل شوية كنا نشرح بيها. شوف الماء عاد يدخل بالشير من وين؟ تي كابيتال. ويدخل بيوتيوب تي سمول. نهاية تي كابتل تي سمول هي مهمة في حساب الـ P والـ R. إذن تي كابتل هي درجة حرارة المائع اللي يدخل بالشيل وإحنا قلنا الـ water making one shell pass يعني water راح يدخل بالشيل. يعني يقول لك الـ water making one shell pass يعني الـ water راح يدخل بالشيل ويسوي لنا one pass. أوكي إذا one shell pass عندي
والاويل هنا يدخل بال تو تيوب باسز اوكي. اذا الماء يدخل بالشير هو الماء اللي هو درجه حراره تصعد من 35 قلنا بالاكزامبل السابق الى 75. اذا تي 1 دخول الشير هو 35، خروج الشير 75. دخول الماء بالثاني بالتيوب اللي هو الاويل يدخل بتي 1 اللي هو 110 ويخرج قد 75. نجي نحسب ال P وال R. ال P P قلنا هو T2 minus T1 درجة حرارة خروج الماء بالبايب minus درجة حرارة الدخول الماء بالبايب على T1 اللي هو درجة حرارة دخول الشير minus T1 درجة حرارة الدخول للبايب. احنا نقسمها هنا هاي temperature ومباشرة بس نطبق قانون T2 هي هذه T2 75 minus T1 اللي هي هذه 110 على T1 capital T1 capital 35 minus T1 small اللي هي 110. يطلع عندي القيمة ايش قد؟ 0.467. العفو دكتور، البسط هذا كله T small. شلون؟ اي هذا small. البسط كله small ولو واحدة من capital. لا هو هذا small، هو هسه P قبل شوية اخذناه بالفيجرز. هاي small وهاي واحدة من capital. هاي القوانين نفسها موجودة بالفيجرز، شو ترجع تشوفها موجودة. واضح؟ واضح دكتور. الآر هسه الآر هو T1 capital minus T2 capital على T2 small minus T1 small. T1 capital قلنا ما يمسخطي يعني 35 minus T2 capital اللي جقد هي 75 على T2 small اللي هي جقد 75 minus T1 small اللي هي 110 يطلع عندي 1.143. تمام؟ هسه هو على الفيجر ونقاطع الـ 0.467 وهي الـ 1.143. إذا 0.467 وين أروح؟ على الـ 1 شير مو على الـ 2 شير. أنا عندي هذا الـ 2 شير وعندي هذا الـ 1 شير. هذا الوان شير الووتر ده يدخل هنا بالشير والأول ده يدخل بالتيوب. فال P point 4.6 مو؟ نعم دكتور. 4.67 تمام. 4.67 هاي point 4 هاي point 5.67 يعني تقريبا هنا تقريبا تصعد على 1.15 يعني تقريبا هنا ال P بين الأربعة والخمسة شوية فوق النص يعني هنا تقريبا 0.82 0.83 هو مخليها 0.81 يعني هنا مخليها هي تقريبا هنا يعني مو فرق 0.1 0.2 مو في مشكلة هو مخليها 0.81 هسه عرفت شلون تستخدمه مو واضحة مو قاطعناها لقينا الفاكتور الكوركشن فاكتور 0.81 هسه نحسب المساحة من جديد اللي هي قلنا المساحة تساوي لنا الـ Q على الـ U الـ F في الـ Delta T N U الـ F دلتا تي ام هاي الـ Q هي نفسها قلنا 189 و500 يعني نفس الإكزامبل السابق بس بدلنا الـ Heat Exchanger بس بدلنا الـ Heat Exchanger فالـ Q نفسها الماء يدخل بـ 35 خارج بـ 75 فمن عندها حسبنا الـ Q والأمدوت نفسها هي 68 كيلوغرام بير منت طلع عندي هاي الـ Q وهنا الـ U نفسها الـ دلتا تي ام نفسها بس هنا دخل عندنا شيء اسمه correction factor F و.81 طلع عندي مساحة الـ heat exchanger 19.53 متر مربع واضح؟ واضح فمن بدلنا الـ heat exchanger كانت 15 point something هنا صارت 19 يعني زادت المساحة السطحية لأنه اختلف الـ heat exchanger واضح؟ عفوا دكتور بس استخدام الفيجر
شوية شبش علي بس اي والله ما هذا ال 2 شير باس صدق نا 1 شير باس احنا بالمثال عندنا 1 شير باس كيف الوتر يدخل منا ويخرج منا والاويل يدخل بالبايب ويخرج فعندنا بوينت 4 هذا بوينت 4 6 7 يعني بوينت تقريبا 4 7 يعني هنا بوينت 4 5 تقريبا هنا بوينت 4 6 بوينت 4 7 يعني تمام دكتور تقريبا هنا يعني تقريبا بعد هذا الخط وتصعد للاعلى قاطع ويا قاطع ويا 1.15 تقريبا يعني هاي المنطقه تقسمها الى خمس اقسام اللي هي هذا واحد تقريبا اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني منطقة صغيرة هنا 0.1.15 شوية بعد وها هي بعدين تقاطع ويا الواي اكسس يطلع بوينت تقريبا 0.82.83 واضح؟ واضح دكتور تمام هو طلع 0.81 يعني فرق بسيط مشكلة ناخذ اكزامبل على الديزاين اوف هيت اكسشنجر ديزاين اوف هيت اكسشنجر Design of shear on the tube heat exchanger. طبعا هذا أهم مثال بال heat exchanger. راح نسوي design راح نقدر طول شقد طول ال pipes العدد يعني هذا كلها راح ندخل بيها ونحسبها ونسوي design كامل لل heat exchanger. The water at the rate of 3.783 kilogram per second is heated from 100 عفوا from 37.78 degrees centigrade to 54.44 degrees centigrade and a shell on the tube heat exchanger. On the shell side, I انتبه عليه. On the shell side, one pass is used with water as the heating fluid. As the heating fluid. 1.892 kilogram per second enters the exchanger at 93.33 degrees centigrade. هاي الجملة هي حاسمة بالنسبة لهذا المثال. اللي يقول لك one on the shell side يعني بالشيل one pass هذا ال one pass shell is used with water as the heating fluid يعني الماء الساخن. الام دوت مانتج قال 1.892 كيلوغرام بير سكند انترز ذا اكسشنجر ات 93.33 ديجري سنتيجريد زين انا عندي الماع الاول هم ووتر اذا هذا ووتر وهذا ووتر اثنيناتهم ووتر الماع الاول يدخل الام دوت يدخل درجه حراره ويخرج بحراره تمام بس ما قايل لي وين تمام يدخل بالشير اند تيوب ويخرج ما قايل وين الماع الثاني محدد لك بالشيل ماء المي هذا الثاني
اللي هو الساخن اللي هو يدخل انت رقم 93 هو يدخل بالشيل تمام، وام دوت مالته ايش قد 1.89 لان صار عندي ماء ماء اثنين ماء ماء يدخل درجه حراره 37 اذا هذا 37 يخرج ب 54 ما راح يدخل هذا ما راح يدخل باليوتيوب عافيه انا راح ادخل باليوتيوب لان الثاني اللي درجه حرارته 93 والام دوت مالته دخول 93 درجه حراره بدل درجه حراره اول الام دوت مالته 1.892 هذا راح يدخل بالشير اذا الاولي مالته ما راح يدخل بالتيوب اوكي هذا الماء الاول هاي مهمة جدا. The overall heat transfer coefficient is 1419. The overall heat transfer coefficient is good. 1419. Well, I'm not supposed to integrate. And the average water velocity in the 3 على 4 inch or somewhere 1.905 centimeter diameter tube is 0.366 average water velocity in the tube اللي جاي التيوب مالته 1.905 اذا التيوب مطين الدايمتر مالته تمام التيوب از ايش جاي 0.366 يعني مطين سرعه المي الداخل وين بالتيوب وش مطيني مطيني شنو الاندوتس مطين الأندوت مالت الوتر داخل اليوتيوب ومطين سرعة المي داخل اليوتيوب مطين اثنين because of space limitations the tube length must not be longer than 2.438 متر لازم مو أكثر من 2 متر 2.438 تقريبا قريب من 2.5 متر لأن أنا ما أريد أزيد الطول لازم مو أكثر من هذا ليش؟ لأن أنا عندي محدد أقول لازم مو اكثر من هذا الطول، من ازيد من هذا الطول ما راح اقدر. اوكي؟ انا محدد بحجم محدد بمسافه، اوكي؟ Calculate the number of the tube passes، يعني ايش قد number of tube passes، تمام؟ Number of tubes per pass، يعني ايش قد تيوب بالباس الوحده؟ And the length of the tubes. طبعا هنا number of tube passes يعني عدد الشيل اشتد كم شيل number of tubes per pass بالباس الوحدة كم تيوب and the length of the tubes شد الطول مالت التيوب هو محددني بهذا الطول بس مو شرط الطول راح يطلعني نفس هذا الطول اوكي فهذا راح يصير ديزاين راح نشوف احنا كم شيل راح نحتاج كم تيوب راح نحتاج tube passes اوكي راح نحتاج انه نسوي calculations of design حسب طريقة log mean temperature defines عندي درجة حرارة ال exit بالنسبة لل على مود احسب ال log mean temperature defines لازم عندي ال exit مال منو؟ مالت ال hot fluid hot fluid water هذا الوتر يدخل ب 93 زين خروج مالته موطينية تمام؟ لازم احسبه لذلك اسوي الموازنه الحراريه اللي هي ام دوت هوت كولد سي كولد دلتا تي كولد يساوي ام دوت هوت سي هوت دلتا تي هوت يعني الحراره اللي يكتسبها الماء البارد هي تساوي الحراره اللي يكسبها الماء الساخن واضح؟ اذا من هذه المعادله راح يطلع عندنا دلتا تي هوت تساوي لنا الام دوت كولد في السي كولد في دلتا تي كولد على الام دوت هوت في السي هوت طبعا السي هوت والسي كولد اعتبرها متساويه نفس المايه ووتر وبوتر باختصارها يبقى عندنا بس الام دوت كولد في الدلتا تي كولد على الام دوت هوت الام دوت كولد هي 3.783 مطينيها بالسؤال هذه والدلتا تي راح يخرج ب 54 ويدخل ب 37 هذا بالنسبه للكولد الام دوت هوت مطينا 1.892 اللي هي تطلع عندي دلتا تي هوت ايش قد؟ 33.33 دقيقة سنتيجراد واضح مو؟ تمام دكتور هو كاتبها مباشرة 33
سوري ماينس 33 تي هوت اكزيت. بس انا هنا فصلت لكم اياها دلتا تي هوت يساوي ان تي هوت ان ماينس تي هوت اكزيت. ليش ان ماينس اكزيت؟ لان ان تصير عاليه الاكزيت تصير واطيه. لذلك التي هوت اكزيت راح تساوي لنا تي هوت انلت ماينس دلتا تي هوت ماينس دلتا تي هوت. هذه نقلناها الجهه الثانيه وهي جبناها من هاي الجهه. هاي من نقول شو تصير؟ موجبه. وهاي من نجيب من هنا شو تصير؟ سالبه. اذا تي هوت ان ماينس تي هوت دلتا تي هوت. تي هوت ان 93.33 دخول للهوت، والدلتا تي هوت اللي انا حسبتها هسه قبل شويه 33.33 هذا دلتا تي هوت. يطلع عندي قيمه 60، تطلع درجه حراره الهوت الاكزيت جيت 60. هسه اقدر احسب اللوج مين تمبرتشر ديفرنس. اللوج مين تمبرتشر ديفرنس قلنا نعامله معامله الكاونتر فلو دبل بايب هيت اكسشنجر، اللي هو الهوت يدخل منها تي هوت 1 ويخرج تي هوت 2 ب 60، يدخل 93 ويخرج ب 60. الكولد يدخل بايش قد؟ يدخل ب 37 ويخرج بايش؟ ب 54. نحسب اللوج مين تمبرتشر ديفرنس اللي هي 93 ماينس 54، 93 ماينس 54 ماينس 60 ماينس 37 على الدلتا تي اللي هو هذا 93 ماينس 54 على 60 ماينس 37. يطلع عندي لوج مين تمبرتشر ديفرنس 29.78 مليون سنتيجراد. زين الكيو اقدر احسبها، الكيو اقدر احسبها. طبعا انا هنا سوين داوه بدي احسب سيرفس اريا، لانه التصميم يحتاج شنو شو احسب؟ لازم احسب سيرفس اريا صحيح؟ نعم. احتاج اللوج مين تمبرتشر ديفرنس، احتاج الكيو. الكيو ام دوت كول سي كول دلتا تي كول يعطيني 263.6 كيلو واط، او حولها للواط احسن اللي هي 263600 واط. تقسم طبعا الكيو يساوي اليو في الاي في الدلتا تي ام، تقسم الكيو على اليو في الاي على اليو في الدلتا تي ام. هاي الكيو هاي اليو هاي دلتا تي ام، تطلع السيرفس اريا 6.238 متر مربع. وما رامز يعني ما مخلي رموز السيرفس اريا يختلف عن الكروس سكشنال اريا، فما مخلي هنا اي مخلي هنا اي، بس هاي الاي ما تشبه هاي الاي. هاي السيرفس اريا للتيوبس تمام، هاي الكروس سكشنال اريا للتيوب. اوكي الام دوت اللي داخله بالنسبه للكولد فلويد، هي ليش احنا اخذنا هنا كولد فلويد؟ لانه هو الكولد فلويد وين يدخل بالبايب تمام. من هذا كله اني احتاج انه احسب عدد التيوبس، عدد التيوبس ليش؟ لانه الكروس سكشنال اريا راح احسبها، هذه هي كروس سكشنال اريا لكل التيوبس تمام. فهنا الام دوت كولد يساوي ان الدنسيتي في الاي كروس سكشنال اريا للتيوب في السرعه داخل التيوب. طبعا يعني هنا من هذه راح احسب الكروس سكشنال اريا اللي تساوي الام دوت على الرو في السرعه، والام دوت 3.783 هذا على الدنسيتي. الالف قلنا هاي ما ينطيها بالسؤال مالت المي، هذا الف ثابت في السرعه اللي انطانيها مال الماء اللي داخل اليوتيوب قال 0.366 واضح. طلعت عندي الكروس سكشنال اريا لليوتيوب ايش قد؟ 0.01034 واضح. هاي بالنسبه للكروس سكشنال اريا لكل الفلويد يعني لكل التيوبس، وهذا الفلويد الام دوت العفو هذا الكروس سكشنال اريا لكل التيوبس هو يساوي الكروس سكشنال اريا للتيوب وحده مضروبه في عددهم، مضروبه في عددهم. اذا باي دي سكوير على 4 مساحه الكروس سكشنال اريا الواحد راح ينضرب في العدد الان يعطيني الكروس سكشنال اريا لكل التيوبس اللي دا يدخل بها هذا الام دوت. اذا منها الان راح يصير 0.01034 على الباي في الدي سكوير، هاي الباي هاي الدي سكوير اللي هي 0.019
0.5 حولها المتر تربيع، والاربعه هي مقام البسط، مقام المقام المقام او صارت البسط المقام بسط. اوكي اللي هي اربعه بس قلب هاي الاربعه. المهم هاي من هاي النتيجه طلعت عندنا العدد الان 36.3. 36.3 طبعا احنا من نسوي ديزاين ما يصير نقول عندي 36.3، لازم نحدد عدد صحيح للتصميم. لازم عدد التيوب ايش قد نقول 36، واضح؟ قد عدد التيوب 36 تيوب. طيب اوكي، لو نقول 36 لو نقول 37، ما يصير نقول 36.3. يعني دكتور نقرب للاقرب مثلا، اذا مثلا 36.7 اي للاقرب تروح لل 37 تمام. فهنا 36 هذا منو؟ هذا عدد التيوبس. زين عدد التيوبس، عدد التيوبس في الباي دي ال اللي هي المساحه السطحيه للتيوب الواحد شو تساوي لي؟ المساحه السطحيه هي الكليه اللي هي سيرفس اريا. هسه حسبت هاي السيرفس اريا شو تمثل لي؟ تمثل المساحه السطحيه لكل التيوبس. شو طلعت عندي؟ 6.238 متر مربع. هي نفسها هاي المساحه السطحيه شو تساوي لي؟ تساوي الباي دي ال للتيوب واحد في العدد مالته، واضحه مو؟ تمام. منا من المجهول، مجهول بس ال ال الان 36، الدي موجود عندي والباي، وهذا موجود السيرفس اريا للتيوبس كلها، يبقى بس ال ال يطلع عندي ال ال 2.898. هنا طلع ال ال ايش عندي؟ اكثر من الطول اللي هو محدد انا اللي عندي، المحدد ايش قد عندي؟ 2.4. زين هنا عندي الطول ايش قد طلع؟ 2.8. اقدر اصنع لو اقلل من الطول؟ لازم اقلل. لازم اقلل دكتور. زين اذا اقلل من الطول شلون اقلل من الطول؟ على اساس؟ لازم نزيد، لازم نزيد عدد الشيرز، واضح مو؟ لازم نقلل من التيوبس، من طول التيوبس، لازم على ما نقلل من اذا قللت العدد، العفو اذا قللت الطول شو راح يصير عندي؟ راح اقلل المساحه السطحيه. زي المساحه السطحيه انا احتاجها هاي، يعني انا على اساس هاي المساحه السطحيه عندي ام دوت تمام، عندي سرعه، يعني ما اقدر، عفوا مو سرعه، لا، على اساس هاي المساحه السطحيه تمام مبنية هاي المساحة السطحية على أساس هذا الكيو، وعلى أساس هذا الأوفرول هيت ترانسفير كوشنت، وعلى أساس اللوج 200 بشر ديفرنس. فإذا قل المساحة السطحية ما راح تتحقق هاي الشروط، وأنا بدي أحققها، لأن هاي مبنية على أساس دلتا تي لوج 200 بشر ديفرنس. فعلى مود يعني ما أقلل يعني الطول، إذا قللت يعني أربيتراري ما يصير. لازم شو أسوي؟ لازم ازيد من عدد الشيرز، يعني الشير الواحده ايش بيها؟ بيها 36 تيوب، اخلي 2 شيرز، شنو المشكله؟ الشير الاولى 36 والشير الثاني 36. فمن نزيد عدد الشيرز اقدر بعد يعني اقلل من الطول، صح؟ لانه يعني عدد الشيرز راح يعطيني مساحه سطحيه عاليه، راح يعطيني انتقال حراره عاليه، فما احتاج انه يكون الطول بهالقد، واضح؟ فإذا سوينا 2 شير باسز، إذا راح يصير عندي الشير الأولى بها 36 تيوب، والشير الثانية بها 36 تيوب. راح أجي أحاول أحسب طول من جديد، ليش؟ لأن هسه أنا لحد الآن صحيح قلت قررت إنه آخذ 2 شير باسز، بس ما عرفت الطول إيش قد لحد الآن، لأن هذا الطول أنا ما يفيدني التيوب. أنا إذا أروح للمصنع أقول لهم اصنعوا تيوب بالشير طوله كذا، إيش قد الطول لحد الآن معروف؟ هذه الشربات لحد ما معروف، فلازم اعرف ايش قد، لانه هذا هيت اكسشنجر قلنا معامل الاساسي ورئيسي به هو شنو؟ الكوست، كوست الكلفه. زين هسه انا عندي دبل تو شير باسز، تمام تو شير باسز
لازم احسب من هو الفاكتور. انا حسبت اللوج 200 بتش ديفرنس اللي هي 29، عندي الاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت، وعندي الكيو. فبس من ما حسوي يعني حساب جديد لل المساحه، لازم اخش احسب الفاكتور اللي هو هذا الاف. طبعا هذا من البدايه اقدر احسبه تطلع المساحه بهالشكل، يعني هو من البدايه يقدر يحسب ويطلع المساحه بهالشكل وانتهى الموضوع. لانه هو وان شيل باس او تو شيل باسز، انت راح تروح تحسب لازم تحسب الكوركشن فاكتور. واضحه؟ الكوركشن فاكتور تروح تحسبها شلون تحسبها؟ عندك دخول بالبايب ايش قد؟ خلينا نرجع للشير هذا تشوف. احنا قرانا هسه تو شير باسز ما شفت تمام؟ نعم. فالمرة الداخل باليوتيوب ايش قد يدخل دخول؟ 37 بوينت ايش قد؟ 37.78 اها 78. والخروج ايش قد؟ 54.44. الشير شو راح يدخل لها؟ راح يدخل لها الماء الحار اللي هو ايش قد؟ دخول 33.33 ويطلع 60. 93.33 وايش قد يطلع؟ 60. بس انا عرفت التي هذيت التمبرتشر كل هاي الرموز كلها عرفت التمبرتشرز. اجي احسب منه احسب البي واحسب الار واسقطهن واحسب كوركشن فاكتور. فلذلك انا من هذه سبتها من هذا الفيجر. وش قايل؟ اي صح من 7-9 من 7-9 لانه هاني وان شيل عندي بالسؤال، فاحسب من هنا البي وال 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 والار. هنا التمبرتشر قلنا الماء اللي يدخل باليوتيوب يدخل 37.78 ويخرج ب 54.44، وهنا يدخل 93.33 ويخرج ب 60. تحسب من هنا طلعت عندي من حسابات البي طلعت 0.3 والار طلعت عندي 2، سقطتها طلعت عندي 0.88 مثل ما هو خليها بالاكزامبل. واضحه مو؟ اذا طلعت الفاكتور عندي 0.88 احسبها من جديد طلعت هاي القيمه. انت تقدر تحسبها من البدايه، يعني منها يعني منها راح يطلع لك عندك زيد المساحة السطحية. إذا زادت المساحة السطحية شو راح يزيد عندك؟ عندك راح يزيد ال هنا راح ينضرب فاكتور 0.88 راح يزيد المساحة السطحية. زادت المساحة السطحية وين استخدمنا المساحة السطحية؟ هنا. إذا زادت المساحة السطحية شو راح يصير؟ راح تخليها هنا، راح يصير عندي الطول. إذا زادت المساحة السطحية راح يزيد ال L، راح يطلع لك ال L أزيد من هذا. نفس الحالة ما راح نقول انه بما انه عابر 2.4 راح نخلي ال number of passes راح ناخذها اكثر من number of passes. زين، والعدد راح يصير يعني مضاعف 36 36. زين، بس هنا الاي توتال ايش قد هنا؟ 7.89 هسه الجديده بعد ما ضربنا بالفاكتور دلتا تي. زين، الاي توتال شو تساوي لنا؟ بما انه تو شير باسز راح يصير عندي 36 36، يعني ايش قد 2n؟ يعني ايش قد 2n؟ هاي الاي توتال في الباي دي ال. باي دي ال تعطيك مساحه سطحيه واحده للبايب واحد. في العدد، العدد ايش قد راح يصير؟ خاما ان 36، لا راح يصير 36 في ايش قد؟ في 2. واضح؟ نعم. هسه المساحه قلنا 7.089 هذه نفسها، راح تساوي لنا 2 في 36 في باي في الدايمتر عندك موجود بالسؤال في ال L. في ال L طبعا هنا باي في الدي مطلعها 0.0598 ضرب باي في الدي الدايمتر طلع 0.0598 في ال L. L هنا هسه المجهول.
راح تقسم المساحة على 2 في ال n 36 في الباي دي اللي هذا قيمة راح تطلع عندك الطول شقد 1.646 متر. هسه اوكي هسه الطول اقل من 2.4 تمام تمام تمام. اذا هسه الطول عندي اقل من 2.4 اوكي انا هسه التصميم ما شو اسوي number of tube per passage gate 36 number of passes gate 2 تمام length of the tube per passage gate 1.646 بالضبط هاي راح اسوي بهالشكل هذا وان شيل يعني مو تو شيل يعني اسف خطأت دكتور راح يصير وان شيل وتو باسز ايه وان شيل تو باسز مو تو شيلز لان هو مطينا بالسؤال وان شيل ما ممكن انا اغير تمام راح يصير ايه وان تو شير باس وان شير باس لان هو السؤال وان شير باس فننسى نغيره وان باس ذا شير سايد وان باس الشير وان باس بس ال بس التوب تو شيل باس يعني من البدايه 36 وان شيل باس وان تو باسز اوكي في البدايه واضح فالفاكتور الاف اخذنا وان شيل باس تو شيل باسز تو تو باسز عفوا اللي هو هذا الشكل مو هذا ما يصير هذا فهنا راح يصير عندي 36 يدخل 36 ويخرج ايش قد 36 واضح في البدايه كان عندي بس 36 يدخل وها هي خلاص بس 36 اللحظه ولازم يدخل ولازم الدخول والخروج بهالشكل ما بيها مجال زين دكتور يدخل 36 ويخرج مثلا 36 جد راح لك راي ما راح ينطق راي شيء يعني بنفس النتيجه لا خلنا نطلعها زين هاي انا اشوف هسه The length is greater than the allowable. Okay. So we must use more than one tube passes. يعني هو الشيل اند تيوب لازم تو شيل باس تو تيوب باسز بس هنا دا يحكي وان تيوب باسز تشوفوه العفو دكتور هو ما يعني ما شفت اني وان تيوب باسز هو بس قال اون ذا شيل سايد على جانب القشره وان باسز بس القشره ذاكرها لا با هسه هو ايش يقول الوان تيوب باسز شنو معنى توان تيوب باسز؟ ذكرونا احنا افتهمنا انه الماء يدخل بالتيوب ويخرج من الجهه الثانيه يعني باتجاه واحد يمشي صح؟ ما يرجع ما يرجع اذا رجع يعني تو تيوب باسز بس انا عندي الشير بس انا يمكن وضحت عندي تمام
يعني هو ده يقول فهمت هسه لو نجح صح لو نجح على الاشكال ولا عندنا وان شير باس عندنا وان تو باس عندنا من البدايه الاشكال احنا هذا النوع الاول هذا 36 واضح؟ وان تو باس هذا وان تو باس هذا تمام؟ إذن انا عندي 36 هنا تمام؟ وان شير باس نفس الحاله هذا الشير هذا الشير وهذا اليوتيوب انا السؤال مالتي هو وان شير تمام؟ فمن صمم طلع عندي 36 تو باس اوكي؟ ف 36 باتجاه واحد لما قررت انه اسوي تو شير تو تيو باسز شو راح يصير؟ راح يصير شكله مو هيك، شو راح يصير شكله؟ مثل هذا واضح؟ يعني راح يصير هنا 36 دخول شنو 36 شنو؟ خروج خروج صح؟ يعني وان شير نفس الشير هي وحده بس التيوبز راح تدخل ايش قد؟ راح يدخل 36 ويخرج ايش قد؟ ويخرج 36 بالبدايه كان بس دخول يعني التيوب باس ايش بي؟ بس دخول 36 لما سويت تو تيوب باس شو صار؟ صار راح يدخل الماء ويخرج بتيوب اخرى فصار مرتبط هسه لو نرجع نقرا من جديد راح يصير واحد زين. Then total surface area required for one tube passes. One tube passes, one shell passes. هو one shell أنا عندي بس one tube passes اللي هو النوع الأول هسه كان. فاللي استخرجنا من عنده من هذا طلع عندي العدد مالت أو الطول ايش قد عندي طلع أكثر من 2.4 ومن هذا أنا كان عندي شنو العدد؟ 36 صح؟ هذا 36 حسبناه شنو هو؟ 1 تيوب باس باتجاه واحد لما طلع الطول عندي اكثر من اللي انا محدد به طلع 2.8 ولازم 2.4 بس سوينا so we must use more than 1 tube passes لازم ايش قد؟ when we increase the number of passes we correspondingly increase the total surface area required because of the reduction in LTD was caused by the correction factor. Okay. We next tie two tube passes. And then how one now the two tube passes. The dalike in bidaye kollab in bidaye ma istakhdamna correction. Hasabna in bidaye hna hasabna long mean temperature difference العفو الآية المساحة هنا استخدمنا الكوركشن لا دكتور على اعتبار انه كانت الفرضيه اليوتيوب باس وان تيوب باس وان تيوب باس ما عندي اصلا فيجر اروح اطلع من عنده الاف تمام نفس السؤال ونفس الشغله حكيتها بالصباحي بس ما حد ما كنا منتبهين قلنا ليش مو من البدايه احنا نحسب الاف ولكن كنا غلطانين الاف ما نقدر نحسبها من البدايه صحيح الكتاب صحيح لأنه الـ F في البداية أنا عندي 1 tube pass تمام؟ فما أقدر أقول أجيب F لأن ما عندي figure يجيب لي الـ F فلذلك صارت هنا الحسابات مالتنا على أساس 1 tube pass وطلعت عندنا الطول قلنا أكثر من المطلوب فقلنا الفرضية راح تصير 2 tube passes بما أنه صار 2 tube passes إذن لازم أروح على الفيجر اللي هو one shell two tube passes أحسب الF حسبناه بعد عندي المساحة السطحية هاي المساحة السطحية ومن المساحة السطحية لأنه two tube passes صارت جد عندي 2N في الباي دي ال طلع عندي نقول الجديد هو 1.646 إذن هسه الطول ايش قد؟ 1.646 هذا length of the tube pair pass زين
number of tube passes per pass ايش قد بالباس الواحدة 36 واضح number of passes ايش قد 2 اذا 36 دخول و36 خروج هسه هذا التصميم كامل نقدر قد حددنا number of tube per pass وحددنا number of passes والطول بالنسبة للتيوب بير باس يعني راح يروح ايش قد طول 1.64 ويرجع ايش قد 1.64 متر واضح هسه نعم دكتور واضح هذا لازم تكون زين اكزامبل لانه هو مهم جدا حاتم رياض عائشة نعم دكتور عمر ماهر نعم دكتور فرج فرحان نعم دكتور محمد محمود نعم دكتور طيب مهلب نعم دكتور ناطق نعم دكتور رياض وليد رياض نعم دكتور نعم وليد نعم دكتور الو اوكي اذا عرفنا اكو احد عنده سؤال على هذا السؤال اكزامبل ما انه عنده وقت ال با واحنا عندنا ايش حسبنا بهذا المثال حسبنا كيو حسبنا ال ام تي دي اللي هو لو مي تمبرتشر ديفرنس دلتا تي ام كل هذا على مود نحسب السيرفيس اريا حسبنا السيرفيس اريا هسه نجي على الكور سكشن اريا للتيوب الواحد طبعا هنا الام دوت بالكور عندنا OAU OVAO AU هاي كاتب الكيو نفس الشيء يعني density في المساحة cross section في السرعة عندي الـ M dot مالت الماء البارد عندي الـ density عندي السرعة إذا طلعت الـ cross sectional area هاي الـ cross sectional area طلاب هاي الـ M dot الكلية إذا هاي الـ cross sectional area الكلية لكل التيوبز الـ cross sectional area هي تساوي لي الـ pi d square على 4 بالنسبة للتيوب الوحدة في العدد يطلع لك الكوست سكشن اريا الكلية من هاي المعادلة ايش عندنا بس الان مجهولة هو عدد التيوبس عدد التيوبس هذا الدايمتر التربيع في الباي وهاي الاربعة هاي المساحات الكوست سكشن اريا الكلية يطلع عدد قلنا هذا 36.3 قاربنا سوينا 36 من العدد هذا انا ضارب الباي في الدي طالب كيار بوينت أو 5.98 من العدد هذا هذا العدد نضربه في الباي دي للأير تنطين المساحة السطحية الكلية اللي هسه قبل شوي حسبتها لأنه هاني هسه عندي مساحة سطحية عندي عدد أقدر أحسب الطول بالنسبة للباي N في الباي دي L تنطين المساحة الكلية سطحية ذا ال R شو حيصير مساحة سطحية كلية على ال N في الباي دي اللي هو هذا هسه حسبته عندي الطول أكثر من اللي عندي فالمحدد فما أقدر آخذ هذا الطول لذلك أغير من one shell pass من one tube pass إلى two tube passes إلى two tube passes قررت إنه أسوي two tube passes من one two tube passes وهو shell عندي tube إذا الآن لازم أروح أدور على ال F لأنه بما انه صار 2 2 باسز لازم اكو اف
والاف قلنا تعلمنا شلون نحسب الفيجر، طلع عندنا الاف 0.88، حسبنا المساحه من جديد لانه حسب الكوركشن فاكتور راح تطلع لي مساحه جديده. طلعت هاي المساحه السطحيه الجديده، المساحه السطحيه الجديده راح اطلع من عندها طول جديد لانه الان ما بقى بس ان في الباي دي ال، صار عندي 2 ان لانه العدد تضاعف، يعني سويت 2 باسز 2 ان في الباي دي ال، راح يصير عندي المساحه السطحيه الكليه، ومنها راح يصير عندي الطول 1.646. اذا النمبر اوف تيوب بير باس 36، نمبر اوف باسز 2، واللينث اوف تيوب بير باس هو 1.646. واضح هسه كلش مو؟ واضح دكتور. السؤال ذاكر لي انه خلينا نشوف ان شيل اون ذا تيوب هيت اكسنجر اون ذا شيل سايد 1 باس is used with water as the heating fluid. Okay, and then shear one pass entering the exchanger, the overall heat transfer coefficient, okay, and the average water velocity in the 1 point, okay, diameter tube is point class tested because of space limitation. The tube length must not be longer than, okay, the number of tube passes, number of tube passes, the number of tubes per pass. Then the عدد that passes with the number of tube per pass and the length of the tubes. فهو بالبداية طبعا هو ما قال لك انه هذا التيوب one pass, okay, one tube passes, one tube pass ما قال. فهو افترض انه بالبداية من حل السؤال انه هو 1 tube pass، اوكي 1 tube pass، فمن حلينا هو على اساس انه 1 tube pass. بعدين طلع عندي الطول اكثر من الليمتد، فغيرنا من 1 tube pass الى 2 tube passes، صار عندي الطول اقل. اوكي، اذا هذا هو الشرح لهذا الاكزامبل. اوكي، شكرا جزيلا الطلاب، شوفكم المحاضره القادمه ان شاء الله دكتور، بارك الله فيك. العفو دكتور، بس سؤال بلازم عليك. نعم دكتور. نعم. العفو نعم. دكتور عذرا دكتور، بالتصليح انت من مصلح لي انا بالامتحان كاتب مثلا الورقه الاولى وياها الثانيه، بالتكمله الثانيه كاتب كيوت يعني السؤال الثاني، وهي ثلاث ورقات صايره، فانت مصلح الورقه الاولى والثانيه والثالثه مصلح لي اياها، فصاير درجه كلش قليله بالتصليح. كيف صلحت لك اياها؟ والله ما ادري، انا نزلت لك بالملاحظه، كتبت لك العفو يعني وضحت لك بالملاحظه، فما ادري عادي ما قبلت الدكتور. انت مصلح لي اياها، بس شنو كاتب مثلا السؤال الاول، فدا اكتب مثلا الاول الورقه الاولى والثانيه، بدل الثانيه كاتب كيو 2 يعني شلون ما السؤال الثاني، فانت صار تصليحك على الاولى والثانيه والثالثه تاركها. أنا عفو دكتور معاي؟ وياك وياك وياك. نقطة تسجيل.